بسم الله الرحمن الرحيم. Anatomy and embryology of the thyroid and the parathyroid glands. يعني التشريح وعلم الأجنة أو completion of the lecture students should be able to. يعني بنهاية أو استكمال المحاضرة الطلبة المفروض يبقوا قادرين على describe the location يعني وصف المكان relation العلاقات blood and nerve supply التغذية الدموية والعصبية and the lymphatic drainage والتصريف الليمفاوي of the thyroid and parathyroid glands الغدة الدرقية والجار الدرقية أو الغدد الدرقية والجار الدرقية عندي غدة واحدة درقية عندي أربعة جار درقية Identify the development of the thyroid and the parathyroid glands. وكمان تتعرف على الديفلوبمنت النمو بتاع الثيرويد والباراثيرويد جلاندز. ثيرويد جلاند الغدة الدرقية. ثيرويد جلاند الغدة الدرقية very vascular organ عضو دموي جدا. consists of يتكون من right and left lobes فصين واحد ايمن والتاني ايسر connected by isthmus مربوط باسمس حاجة مضيق تربط الاثنين مع بعض الصف الفصين دول surrounded by sheath derived from pre-tracheal layer of deep fascia محاط بغلاف الغلاف ده مشتق من بري تراكيال من اسمها بري يعني قدام التراكيال قدام التراكيال اللي هي القصبة الهوائية طبقة قدام القصبة الهوائية of deep fascia من الفشل العميقة أو الأغشية العميقة بالمناسبة مع النت في superficial fascia و deep fascia الديب fascia بنقسمها بري تراكيال بري vertebral carotid sheath investing layer of deep fascia الأربعة دول varieties من الديب fascia اللي في النك فبريت تركيم اسمها ليه علاقة بالتركيم وحنشوف ده the sheath attached the gland to the larynx and the trachea الغلاف ده بيربط الجلاند مع اللارنكس اللي هي الحنجرة ومع التركيا القصبة الهوائية each loop beer shaped يعني عامل زي الكمترة بالمناسبة ليها ابيكس فوق وبيز تحت كمترية الشكل الابيكس directed upward متجه لأعلى as far as oblique line on lamina of thyroid cartilage لغاية ما يوصل لفي خط مايل oblique line على اللامينا of thyroid cartilage يبقى الابيكس directed upward as far as oblique line on lamina of the thyroid cartilage oblique line عن الخط المايل الموجود على الصفيحة من الثيرويد cartilage من الغضروف الدرقي نسبة للثيرويد جلاند ده شفناه مع اللارنكس وهنشوفه في دياجرامات تانية جاية في المحاضرة below at level of fourth or fifth tracheal rings تحت الخامسة أو السادسة تعال نعد ده أول واحدة في التراكيال رينكس الأولى دي التانية والتالتة والرابعة بيبقوا ديب للإسمس وبعدين تبقى أول واحدة باينة هي الخامسة وممكن توصل كمان لغاية السادسة البيز أنا في الدياجرام ده عاملها ما بين الخمسة والستة يعني تقريبا كده ده آخر ماشي يا جماعة كبرنا الدياجرام عشان نشوف كويس آدي الإيبكس بتاعت اللوب وآدي البيز تحت والإسمس اللي هو في النص ده لو أنا قطعت هنا ده الإسمس وبالمناسبة اللي احنا شايفينها دي تراكية اخر حاجة كالكود كارثي بنول هنا ونزل التراكية ادي تراكية الرينج رقم واحد هتبقى اتنين وتلاتة واربعة هنا ورا الاسمس وبعدين يبقى ادي نمرة خمسة ونزلنا لستة واحنا وماشيين بعد كده سبعة تمانية تسعة البيز غالبا تبقى قبل خمسة او ممكن تنزل لغاية ستة في التراكية الرينجس اللي قدام كبرنا برضو الدياجرام ده تاني بالمرة ادي الكبسول وببريت تراكيال فشل
والابكس فوق البيز تحت. وبالمناسبه الانفيرو باراثايرويد سوبيرو باراثايرويد الموجودين على البوستير من الناحيه دي انتيرير من الناحيه الثانيه بوستير، وده مكان الاسمس المكبوت. انا جبت الدياجرام ده مخصوص عشان نشوف فين الاوبليك لاين اوف ثايرويد كاف على الناحيتين، ادي واحد وادي الثاني اوبليك لاين اوف ثايرويد كاف. المفروض الابكس ما تعديش الخط ده، انه هنا هيجي يمسك البريت تركي الفشل. بالمناسبه وادي الكريكوثايرويد ماسل المسك ما بين الثايرويد والكريكويد، ودي كريكويد كارتريج، ده كله تبع اللارنكس بالمناسبه، خدناها السنه الماضيه نفكركم بيه. اللور بوردر بتاعها تبقى نهايه اللارنكس من هنا ونازل لتحت التركيه. نشوف من ناحيه الانتيرو او مره ثانيه، كريكويد كارتريج ده نهايه اللارنكس من هنا ولتحت بدايه التركيه. اسمس اوف ثايرويد جلاند اكستنس اكروس الميد لاين فرونت 2 3 4 تراكيل رينكس، وبتتحفر بقى لو قطعت هنا، ده الاسمس اوف ثايرويد جلاند. بيراميد اللوب من اسمه الفص الهرمي اوفن بريزنت، يعني غالبا موجود، هذا هو في لوب اهو، ده بنسميه بيراميد اللوب. بروجيكتس ابورد فروم ذا اسمس، يبرز لاعلى من الاسمس. يوجوالي تو ذا ليفت اوف ذا ميد لاين، هنا فعلا في الدياجرام ده موجود على الليفت اهو، يعني لو خدت مقطع في الحته دي هو على الشمال منها. ليفيتور جلاندولي ثايرويدي، اكمل مع ده لفوق بقى، ليفيتور جلاندولي ثايرويدي ماسكولار او فايبرس باند، ممكن تبقى مصر او فايبرس تشو، بالمناسبه كان بيريجيوتي فريكشن، انه الاثنين يطلعوا من الميزودير. كونكس توصل البيراميد اللوب للهيود بون، هتربط البيراميد اللوب اللي هو قدامنا ده، وانا ماشي كده لفوق في الهيود بقى كانت تبقى موجوده في المكان ده، تربطه مع الهيود بون. اف ماسكولار، لو هي ماسكولار نسميها ليفيتور جلاندولي ثايرويدي، يعني رافعة الغدة الدرقية انها تشد اللارنكس فوق. وعلى فكرة ده بيخلي اللارنكس الثيرويد جلاند بتتحرك اثناء البلع بالمناسبة، يعني حتى تيست بيعملوه للمرضى انه خليه يبلع ريقه فيلاقي الثيرويد بتتحرك. المهم يعني باختصار يبقى عندي اثمس ثيرويد جلاند، بيراميد اللوب، ليفيتور جلاندولي ثايرويدي. Relations of loops of the thyroid gland، علاقات الفصوص بتاعة الغدة الدرقية. Anterior laterally، posterior laterally and medially. Anterior lateral sterno thyroid muscle, superior belly of omohyoid muscle, sterno hyoid muscle, anterior border of sterno cleido mastoid muscle. يعني أربع muscles. تعال نشوف الأربع muscles دول على الدياجرامات الاثنين الموجودين. هبدأ واحدة واحدة. Sterno thyroid، آدي sterno thyroid اللي هي الديب فيهم دي، sterno thyroid. سوبرفيشال ليها بقى سوبيريور بيلي اوف اوماهيود لاترال، وبعدين ميديال ليها بقى استيرنو هايود. انتيرو بوردر اوف استيرنو كليدو ماستويد اللي هي دي، ده الانتيرو بوردر بتاعها، الناحيه دي بوستيرو بوردر بالمناسبه، فاحنا هناخد الجزء الانتيرو بتاعها. تعال نشوف على الدياجرام التاني، استيرنو مره تانيه، استيرنو ثايرويد يبقى الديب خالص دي، استيرنو ثايرويد، وبعدين سوبيريور بيلي اوف اوماهيود اللي هي على اللاترال هنا مفصوله عنها غير الدياجرام اللي فوق مطلعها لوحديها كده، وبعدين استيرنو هايويد اللي هي سوبرفيشال استيرنو ثايرويد نولوجيك استيرنو هايويد هتوصل اعلى، يبقى المفروض اللي ديب ليها اللي هتنتهي الاول استيرنو ثايرويد. بالمناسبه هم الاثنين طالعين من استيرنو، استيرنو ثايرويد واستيرنو هايويد، حتى استيرنو كليدو ماستويد واخده جزء من الاسترنو، وادي الاسترنو كليدو ماستويد الكبيره دي، شوف لغايه واصله لغايه فين، الجزء الانتيرو بتاعها ده ليه علاقة مع الثيرويد جلاند، بالمناسبة الثيرويد جلاند اللي هي المقطوعة دي، اسمها ايه؟ ادي لوب المثلث ده، وادي معلش وادي الاسمس بتاعها
ودخلت على اللوب التاني بتاع الناحية التانية. تعال نشوفها فوق حتى بالمناسبة تاني، انا همشي الليزر وسطيها كده، هاي لوب وبعدين دخلت على اسمس وبعدين دخلت على اللوب التاني. طيب نرجع لها تاني بقى بوستيرو لاترال كاروتي تشيس، ادي الكاروتي تشيس هو ده، ده بالنسبة لها بوستيرو لاترال. ايه الكونتنت بتاعت الكاروتي تشيس بقى؟ كومن كاروتي ارتري عند الليفل ده بالتحديد، يعني كومن كاروتي ارتري انترنال جاجولار بين وبينهم فيجاس نيرف بتوين وبوستيرو. تعال نشوفهم هنا، ادي الكاروتي تشيس، الف الدايرة دي جواه كومن كاروتيد ارتري انترنال جاجولار فين فيجاس نير. ميديال بقى لارنكس تراكيه، اللي قدام دي تراكيه، لو خدت مقطع فوق هياخد اللارنكس، هنا تحت ياخد التراكيه، فواحد من الاثنين منهم، لكن هما الاثنين ريليتد. اللي بعده فارنكس اسوفجاس، إذا كان لارنكس يبقى وراه الفارنكس، إذا كان التراكيه وراها الأسوفجس. في المقطع اللي عندي عندي تراكيه وادي وراها الأسوفجس. تعال نشوفها فوق كده، أدي التراكيه بشكلها المميز، الكارتيج بتاعها عامل كأنه سي شيبد أو يو زي ما احنا شايفين حسب ما هناخدها بأي شكل، ومقفولة ورا بميوكس من برينو مصر، وراها الأسوفجس. ناخد لبالنا الدياجرامين دول عكس بعض في الاتجاه، يعني هنطير الناحية دي بصير الناحية دي. في اللي تحت انتيرو الناحية دي وبصيرو من الناحية التانية، ماشي يا جماعة؟ طيب بعديها بقى كريكوسيرويد ماسل، دي موجودة مع اللارينكس. كريكوسيرويد نمرة 6 اللي بعدها كسيرنا لارينجال نيرف هو النيرف الوازية، هيبقى ريليتد للثيرويد جلاند. الريكارنت لارينجال نيرف ده اللي موجود ما بين التراكية والأسوفجس، النقطة الصفراء دي ريكارنت لارينجال نيرف، وده طالع من الفيجاس مباشرة، بينما اكسيرنا اللارينجل ده يطلع من السوبير اللارينجل اللي طالع برضه من الفيجاس. يعني بمعنى صح الثيرويد جلاند ليها علاقة حميمة مع الفيجاس عن طريق الفيجاس اتسيلف في الكاروتي تشيس بوستيرو لاترال، أو عن طريق اكسيرنا اللارينجل والكارنت لارينجل، واحد فوق والتاني تحت في حالة الميديال سايد. كبرت الدياجرام عشان نشوف كويس، ادي الانتيرو لاترال، خلينا الجهه اللي مكتوبين عليهم ستيرنوماستويد، وبعدين سوبيريور بيلي اوماهايويد، وبعدين ستيرنو هايويد، واللي ورا دي ستيرنو ثايرويد، كل دي الكبيره دي ستيرنو ثايرويد، والاثنين دول يبقى سوبيريور بيلي اوماهايويد وجنبيها ستيرنو هايويد. ستيرنو هايويد سوبيل بيلي اوم هايويد ستيرنو سايرويد، ومغطى عليهم ستيرنو كليدو ماستر، دول يعتبروا انتيرو لاترال. ادي البوستيرو لاترال اللي هم دول كاروتي تشيس جواها كومن كاروتي ارتي ترنال جاجولار بين فيجاس نير. هنا بقى ادي التراكيه ده الميديا، وادي اسوفجس، نشيل التراكيه نحط لارنكس، نشيل الاسوفجس نحط فارنكس. كان المفروض ما بين الاثنين دول في الحته دي مكان الريكارنت لارينجال نيرف. جبنا الدياجرام ده برضه كبرناه، بانت الامور عندنا، ادي انتيرو لاترال ستيرنو ماستويد ماسل، وبعدين ستيرنو هايويد ستيرنو ثايرويد سوبيرو بيلي اوم هايويد. ناخد الكاروتي تشيس والبوستيرو لاترال اللي هي دي كومن كاروتي ارتري ترنال جاجولار بين فيجاس نيرف، تراكيه اسوفجس دول ميديال وبينهم ريكارنت لارينجال نيرف، ونطلع لفوق نشيل التراكيه نحط لارينكس، نشيل الاسوفجس ونحط فارينكس، ونشيل ريكارنت لارينجال نيرف بس مش في نفس المكان نحط الاكسيرنال لارينجال نيرف، ونحط كمان بالمره كريكوسايرويد ماسل. طيب نكمل باقي الريليشن بقى على البوستيرو بوردر، من كل لوب موجود سوبيرو باراثيرويد انفير باراثيرويد، وادي السوبيرو باراثيرويد انفير باراثيرويد، والانستموزز ما بين سوبيريور وانفيريور ثيرويد ارتس نفسوز مع بعض. بالمناسبه لو انتم شايفين ده السوبيرو ثيرويد من الناحيه دي وانفيريو ثيرويد من الناحيه الثانيه، الاثنين متصلين ببعض، دول يوصلوا بعض، وعاملين انستموز حتى مع بعض على فكره، الرايت مع الليفت.
طيب الريليشن اوف اسما سبثايرويد جلاند استيرنو ثايرويد استيرنو هايويد. طبعا ده عايز المقطع اللي احنا شفناهم قبل كده. وبعدين انتيرو جاجولار فينز وبعدين الفاشيا وسكان. ده من ناحيه انتيرو. امال من ناحيه بوستيرو ده الاهم بصراحه، نمره 2 و3 و4 تراكيال لاركس. اللي احنا قلنا لو قطعنا هنا هيطلع لي فيها ادي واحد باينة فوق، هتبقى اثنين وثلاثة واربعة، بدأت تظهر خمسة. ملحوظة التيرم برانشز وسوبير سيرود ارتيز انستموز الونج اتس ابر بوردر، زي ما عملنا بين سوبير وفير مع بعض على البوستيريور، كمان رايت وليفت السوبير مع بعض يعملوا انستموز عند الابر بوردر بتاع الاسمس. انا جبت الدياجرام ده عشان نشوف الانتيروليشن بتاع الاسمس بالتحديد. بالمناسبه ده اللي قدامنا انتيرو جاجولار فينز، وادي ابلاتيزما ماسل اللي موجوده بين جوه السوبرفيشال فاشيا نفسها، ماشي يا جماعه. وفي الانفستنج لاير والديب سيرفيكال فاشيا اللي باينه قدامنا اللي هتغطي على ستيرنو بليدو ماستر ماسل، هي باينه جزء منها ان شاء الله. وبالطبع المفروض جاي من تحت من عند الاسترنو مطالع لفوق، استرنو هايويد وديب ليها استرنو سيرويد. الاثنين دول او الثلاثة ماسل دول هيبقوا ريليتد للبسبس ومعاهم الانتيرو جاجولار اللي عليه الليزر عليه. بلاد سبلاي اوف ذا ثايرويد جلاند ارتيريال سبلاي، واحد اثنين ثلاثة، سوبير ثايرويد ارتري انفيرو ثايرويد ارتري ثايرويد ايما ارتري. ادي السوبيريور وادي الانفيريور وادي الثايرويد ايما اللي قدامنا ده اللي احنا شايفينه، ماشي يا جماعه. السوبير يجي من اكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو هنا ده اللي قدامنا، ديسينس تو ابر بول اتش لوب، نازل للابر بول بتاع كل بول. accompanied by external laryngeal nerve، ده صاحب الاكسترنال laryngeal nerve عموما بعيد عن الجلاند. ده حقيقي ان الاكسترنال laryngeal بالمناسبه بغذي كريكو سيرويد مصر، خدناها مع اللاركس. inferior thyroid artery اللي هو جاي من تحت من هنا من يمين، يجي من thyro cervical trunk اللي يجي من الفيرست بارت اوف subclavian artery. ده معاه بقى recurrent laryngeal nerve crosses each either front او behind or in between its branches. بالمناسبه الكريكو سيرويد قلنا ده موجود ما بين التراكيه والاسوفاجس، وعلى نهايته الانفيرو سيرويد ارتي يتقابلوا مع بعض ويعمل له كروس. بالمناسبه يعني ادي التراكيه وراها الاسوفاجس، اذا كان ترنجل نيرف بيبقى بين الاثنين دول. وبعدين ادينا شايفين الانفيرو سيرويد جاي من الناحيه دي، على الاخر الاثنين يتقابلوا مع بعض زي ما مكتوب، ممكن يعني يبقى قدامه وراه ما بين البرانشز بتاعته، يعني في علاقه حميمه بين الكارنت لارنجال نير والانفيرو سيرويد بتاعته، والكلام ده مهم حتى اثناء الجراحه يعني. ثايرويد دائما ارتري ده اصغر واحد فيهم الصغير اللي جاي من تحت ده، if present لو هو موجود may arise from brachiocephalic artery، لا اما يطلع من brachiocephalic artery او arch of aorta. و ascends front trachea واحنا شايفينه ماشي قدام التركيه جاي من تحت، ماشي يا جماعه. الدياجرام اللي قدامنا ده بالمناسبه يعني باين اللارنكس، وباين بالمناسبه فوق السوبر لارنجال بالبرانشز بتاعته اكسترنال المفروض انترنال، وبين الكارنت لارنجال اللي جاي من تحت ما بين التراكيا والسوبس. احنا بس عشان نعرف العلاقات ما بين الارتيرا سبلاي والنيرفز الموجود. اعيد تاني، سوبر سيرويد ارتي مع اكسترنال لارنجال نير، انفيرو سيرويد ارتي مع الكارنت لارنجال نير. انا جبت برضو الدياجرام ده مره تانيه عشان نشوف إذا كانت لارنجال نيرف ادي تراكية وراها اسوفاجس وادي كانت لارنجال نيرف. بالمناسبة ما بين الاثنين. فينوس درينج اوف ثايرويد جلاند
سوبيرو ثايرويد فين، ميدل ثايرويد فين، فيرو ثايرويد فين، ثلاثة فينز زي ما كان معايا ثلاثة ارتس، بس الفرق في الأسماء. فعندي سوبيرو ثايرويد فين اللي جاي من فوق ده، وأصلا هيطلع من تحت لفوق بقى، هيصب في الانترنال جاجولار فين. ميدل ثايرويد فين وبرضه يصب في الانترنال جاجولار فين. يبقى تاني هو سوبيرو ثايرويد فين الدرينز انتو انترنال جاجولار فين، ميدل ثايرويد فين انترنال جاجولار فين. يبقى سواء سوبيرو ولا انفيريور هما الاثنين في الانترنال جاجولار فين. بالمناسبه المقطوع ده سابق ليفين فين الاثنين تحت مع بعض بيعملوا لي النومينيت فين او بريكيو سيفاليك فين. طيب انفيريور ثايرويد فين بقى اللي كان يقابله الثايرويد ده ايما ارتا هو الدياجرام ده، الانفيريور ثايرويد فين اللي نازل لتحت رايح للليفت بريكيو سيفاليك فين ريسيف التربيتريز من الاسمس واللور بولز اوف ذا جلاند. المهم ذا تو انفيريور ثايرويد فينز الاثنين دول اتحدوا مع بعض، هنا رسم ثلاثه من الاثنين، المهم عملوا واحد بس انستموز وان انذر ازاي ديسند فرانت التراكيه، يعملوا ايه بقى درين انتو ليفت بريكيو سيفاليك فين، لا ننسى ليفت وليس رايت. الرايت اللي هو ده، الليفت هو اللي بيعمل كروس زي ما بيقولوا من الليفت ناحيه الرايت عشان اروح يتحد مع رايت بريكيو سيفاليك والاثنين يعملوا مع بعض سوبيرو فينا كابا. الكلام ده في الثوراكس. يبقى مراجعه سريعه للفينوس الدرينج والثايرويد جلاند، سوبيرو ثايرويد فين والدرينز انتو انترنال جاجولار فين، ميدل ثايرويد فين والدرينز انتو انترنال جاجولار فين، مره ثانيه هما الاثنين ده وده وانترنال جاجولار فين، وبعدين فيو ثايرويد فين بيتحدوا مع بعض يعملوا واحد بس وصب في الليفت بريكيو سيفاليك فين. الليمف درينج اوف ثايرويد جلاند ميلي انتو ديب سيرفيكال ليمف نود، فيو ليمف فيزل بارا تراكيال ليمف نود. هنا مكتوبه تراكيال ليمف نود، تراكيال بارا تراكيال، المهم في الاخر بنروح للديب سيرفيكال ليمف نود. عامة الفانكشن ثايرويد جلاند ده فيسيولوجي عموما، لكن ما يدور الثايرويد هرمونز ثايروكسين تراي ايودو سيرولين انكريز ذا ميتابوليك اكتيفيتي اوف موست سيلز ان ذا بادي، البارا فوليكولار سيلز بدوز ذا هرمون ثايروكالسيتونين وتش لوور ذا ليفل اوف بلاد كانسر. سويلينج اوف ذا ثايرويد جلاند اند ذا موفمنت اون سوالوينج، ثايرويد جلاند از انفستد ان شيز ديرايفد فروم بريتال كالفاشيا خدناها سابقا. This tethers the gland to larynx and the trachea and explains why thyroid gland follows movement of the larynx and swallowing. So any pathologic neck swelling that is part of thyroid gland will move upward when the patient is asked to swallow. الكلام ده جبنا سيرته اثناء الشرح. انه اثناء البلع الثيرويد جلاند بتتحرك وده اللي بيميزها عن حاجه ثابته في النك. ايه السبب؟ عشان البريتراكيال فشل اللي مثبتاها مع اللاركس والتراكيا. وطبعا اللاركس وراها الفاركس والتراكيا وراها الاسوفجاس. ثيرويد جلاند بقى اند ذا اير واي ذا كلوز ريليشن بتوين التراكيا اند لوبس اوف ذا ثيرويد جلاند كومنلي ريزلتس ان بريشر اون التراكيا in patient with pathologic enlargement of the thyroid. يعني الناس اللي عندهم ثايرويد جويتر ممكن التضخم الزيادة بتاعها يضغط على التراكية وبالتالي هيأثر عليهم. الريتروسترنال جويتر يمكن برضه جت سيرتها اثناء الشرح كده سريع، انه attachment of sternomastoid muscle to thyroid cartilage effectively، ومعها بالمناسبة برضه بريتاكيال فاشيا effectively يعني بكفاءة binds down thyroid gland to larynx and limits upward extension أو expansion of the gland، ويحد إنه تمتد الجلاند ناحية أعلى فيبقى الجلاند ما قدمهاش إلا إنها تنزل. There being no limitation to downward expansion، مفيش ما يمنع إنه الغدة تتمدد ناحية أسفل. It is not uncommon for a pathologically enlarged thyroid gland to extend downward behind the sternum. وبالتالي تيجي كلمة retrosternal goiter. Any abnormal enlargement of thyroid gland
can compress trachea and cause dangerous dyspnea. It can also cause severe venous compression. وهنا بس ليه تعليق بسيط في الريتروسترنال جويتر ان ابنورمال لازم تبقى ثايرويد جلاند مقصود بيها وتكون بيهايند ذا سترنم عشان تبقى ريتروسترنال. بس هي دي بقى تعمل ايه لو احنا شلنا اللي بين قوسين؟ كان كومبريس الكلام ده قلناه سابقا ممكن تضغط على التركية وبالتالي تعمل دينجرس ديسنيا يعني ديسنيا خطيره. ديسنيا معناها ضيق في التنفس. It can also cause ممكن تسبب سيفير فينس كومبريشن ضغط شديد على الفينس الفين فتعمل فينس كونجيشن احتقان للفينس الفين. بارا ثايرويد جلانس الغدد جار درقية اناتومي او بارا ثايرويد جلانس يعني تشريح الغدد جار درقية. يلوش براون افويد باديز يلوش يعني مصفر براون بني وفويد يعني بيضاوية باديز اجسام يعني اجسام بيضاوية لونها بني مصفر. تعال نشوفهم الاول على الدياجرام اهو ادي واحدة وادي التانية واتنين زيهم من الناحية التانية. اباوت 6 ملي لونج حوالي 6 ملي في الطول بتاعها يعني اقل شوية من نص سنتيمتر. انزير جريتس دايمتر يوجوالي 4 نمبر عادة 4 ممكن يزيد وممكن ينقص. ريليتد تو بوستير بوردر اوف ثايرويد جلاند هنا موجودين على البوستير بوردر اوف ثايرويد جلاند ده بالمناسبة الناحية دي انتيريور الناحية دي بوستيريور هم موجودين على البوستير. لاينج ويزن اتس فيشال كبسول اهو فيشال كبسول براها فهي داخل الفيشال كبسول يعني كأنه الفيشال كبسول واحدة الثايرويد والبارا ثايرويد مع بعض. اتنين سوبيريور بارا ثايرويد جلانس اللي هم دول ادي واحده وواحده قبلها ات ميدل وبوستير بوردر اوف ثايرويد جلاند في نص البوستير بوردر اوف ثايرويد جلاند من واحد لاول واحد هتوقع واحده فوق وواحده تحت لا هم الاثنين بدايتهم مع النص يعني واحده في النص وواحده في الجزء اللي تحت ات ميدل وبوستير بوردر اوف ثايرويد جلاند اتنين انفيريور اللي تحت بقى close to inferior bulls of thyroid gland قريب من الانفيرور بول بتاع الثيرويد او قريب. ملحوظات نوتس سوبير بارا ثيرويد جلانس ذا مور كونستانت ان بوزيشن يعني الاكثر ثباتا في مكانهم. انفيرور بارا ثيرويد جلانس may lie within facial sheath embedded in thyroid substance or outside the facial sheath يعني مكانها متغير زي ما مكتوب ممكن تبقى داخل الفيشال شيث او مغموره في الثايرويد سبستانس نفسها او بره الفيشال شيث. sometimes found some distance caudal to thyroid gland واحيانا كمان تبقى كمان في مسافه بينها وبين الثايرويد جلاند من ناحيه الكودل على ناحيه الديل يعني من ناحيه الانفيريور in association with inferior thyroid veins مع المشاركين مع الانفيريور thyroid veins. الانفيريور thyroid veins خدناهم بينزلوا لبعض التحت مع بعض يصبوا في الليفت النومينيت فين او ليفت بريكوسفاليك فين يعني في الثوركس or may even reside in superior mediastinum in the thorax او يعني ما هو كده ممكن كمان يعني يبقوا موجودين مقيمين في السوبيريور mediastinum of the thorax. طبعا ميدياستاينم ده لمحاضرة لوحده خدنا السنة الماضية مع الريسبيراتوري سيستم انه في خط بياخد من الاسترنال انجل لغاية الديسك اللي ما بين تي 4 وتي 5 ومنه لفوق الميدياستاينال كافيتي نسميها سوبر ميدياستاينم مع ملحوظة انه الميدياستاينم الجزء اللي من الثراسيك كافيتي بتوين اللانكس والبلورا
blood supply بقى arterial supply to parathyroid glands is from superior and inferior thyroid arteries. الاثنين دول مع بعض وعاملين انسومز مع بعض وياخدوا بسكتهم الباراثيرويد جلاندز. الفينس الدرينج برضه superior middle inferior thyroid veins يعني بالظبط زيهم زي الثيرويد جلاند ما عدا ناخد لبالنا الثيرويد دائما بعيد عن المجال بتاعهم. يعني وان كان كله عامل انسولين مع بعض لكن يعني نظريا بعيد عن المكان اللي فيه الباراثيرويد جلاندز. بس حد ممكن يجي يقول الله طب ما عندي الانفيريور ثيرويد فين، طب بس جايب منين شايفين الانفيريور ثيرويد فين؟ كلهم كونكتد مع بعض سوبير مع ميدل وصلنا للانفير. فده ممكن يجيب فينس درينج من اي حته يعني. الليمف درينج ديب سيرفايكال وبارا تراكيل ليمف نودز هذا ثيرويد جلاند. نيرف سبلاي سوبيريور اور ميدل سيرفايكال سمبثيتيك جانجليا. الديفلوبمنت اوف ثيرويد جلاند عن التطور بتاع الغده الدرقيه. ديفلوبمنت اوف ذا ثيرويد جلاند تطور الغده الدرقيه بقى appears as an epithelial proliferation in the floor of the pharynx. appears هنا معلش شلنا كلمه ثيرويد جلاند ده منطقي انه ثيرويد جلاند appears تظهر ك epithelial proliferation. طبعا epithelium ده النسيج التلائي، proliferation يعني حصل له تكاثر وعمل نمك في الخلايا بتاعته. موجود في floor of the pharynx في القاع بتاع الفارنكس اللي هو البلعوم. between tubercular ember and cubula ما بين التوبيركولار امبر الامبر والكوبيلا at a point later indicated by foramen cecum عند نقطة بعدين قصده في النمو مكانها الفرامين سيكر. ده لما يعني تقول ادي الفرامين سيكر ده المكان اللي بدأت من عنده الثيرويد جلاند. فرامين سيكر سيكر ممكن سمعتوا عنها الكلمة دي موجودة مع الجهاز الهضمي يعني الثقب الأعور زي ما بيقولوا. subsequently بقى اللي هيحصل نتيجه الكلام ده بعد كده ثايرويد ديسنس تحط تحتها خطوط ان الثايرويد تنزل ان فرونت اوف فارينجال جات قدام الفارينجال جات. جات هنا مقصود بيها الدايجستيف تيوب او جاستروستاينال تيوب الجزء اللي منها الهايبر فارينكس از اباي لوبد دايفيرتيكولم على انه دايفيرتيكولم برعم ليه تو لوبس باي لوبس يعني ليه فصين. During this migration أثناء migration الهجرة بتاعته دي thyroid أو the thyroid remains connected to the tongue by a narrow canal نسميها thyroglossal duct. يعني هو ونازل هيفضل ماسك في التانج عن طريق قناة ضيقة بنسميها thyroglossal duct. ثيرو جاي من ثيرويد وجلوسال جاي من تانج يعني ودكت القناة اللي هتربط الثيرويد مع التانج. This duct later disappears القناة دي بعد شوية هيحصل لها disappear انها تختفي. With further development مع نمو زيادة the thyroid gland descends in front of hyoid bone هتنزل قدام الهيويد بون وبعدين واللارينجال cartilage والغضاريف بتاعت اللاركس. It reaches its final position in front of the trachea in 7th week ودي معلومة مهمة يعني هي تفضل نازلة 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 لغاية ما تيجي قدام التراكية ده النهاية بتاعتها الفاينل بوزيشن بتاعها يعني الوضع النهائي ليها قدام التراكية في الأسبوع السابع من نمو الجنين. Then it acquired a small median isthmus يبقى الاسمس هتكون بعدين انا هيتكون لها اسمس. اسمس مكانه ميديان ان اللوبس الاثنين لاترال عندي تو لاترال لوبس يبقى ده بقى شكل الثيرويد اللي احنا بنشوفه بعد كده في الاطفال انه ليها تو لوبس واسمس يربط التو لوبس مع بعض.
تعال نشوف الكلام ده بقى، فين الفيرامين سيكا؟ ادي الفيرامين سيكا ماشي، ونزلنا شايفين الخط المتنجط وماشي سهم لتحت لغايه ما وصلنا الثايرويد جلاند، ادي لوب وادي التاني وادي الاسمس اللي في النص، وفي حته عاليه خدناها مع الاناتومي اللي هي البيراميد اللوب بالمناسبه، ما جاتش سلسلتها لسه اثناء الشهر. يبقى الفيرامين سيكم ده كان فين؟ في فلور اوف ذا فارنكس. begins to function at the end of third month. دي جملة مفيدة تنفع حتى في امتحانات، انه الثيرويد جلاند تبدأ تعمل تدي وظيفة بتاعتها عند الشهر الثالث. at this time first follicles containing colloid become visible. في الميعاد ده هيبان اول فوليكل وجواها كولويد، الحاجه الكاركترستيك بتاعت الهيستولوجي للثايرويد جلاند. فوليكولار سيلز بقى بروديوس ذا كولويد ذات سيرف از ا سورس اوف ثايروكسين اند تراي ايودو ثايرونين. بارا فوليكولار اور سي سيلز ديرايفد فروم التيمو برانكيال بادي سيرف از ا سورس اوف كالسيتيبين، وده خدناها في الفانكشن بتاعت السيلز. يبقى الخلايا اللي هي بتديني وظيفه الثيرويد تبدا من عند الشهر الثالث. فوليكولار سيلز وبارا فوليكولار سيلز. تعال نشوف في الدياجرام ده الفيرامين سيكا ومكان الثيروجلوستال داكت اللي هيحصل له ديسابيرنس، ونزلنا على الثيرويد جلاند. تعال نشوف هنا بقى معلش مكان الفيرامين سيكا، وادي المسار بتاع الثيرويد جلاند هي وماشيه، جت قدام الهايد بون، جت قدام اللارنكس، دخلنا على اللارنجال كارتل يعني، ونزلنا لغايه ما وصلنا التركيه تحت. ومره ثانيه ادي البيراميد اللوب الجزء اللي بيفضل بعد كده وموجود على الليفت سايد، خدناه مع الاناتومي. يعني باختصار شديد يديني ادي لوب والاسمس اللي في النص ولوب ثاني زيه من الناحيه الثانيه. يبقى احنا بدينا منين؟ floor of the pharynx عند مكان بنسميه foramen cecum. وهذا اهو مرة مشينا فرانت للجت، ده اللي ورا دي الجت، احنا قدامها فرانت للجت، والمسار بتاع الثيرويد جلاند. ديجرامات عشان تبان للي ما كانش شايف من هنا حتى. فيرامين سيكا ثايروجلوستال داكت الثايرويد جلاند نفسها بقى هي لسه بتتكون. مره ثانيه كبرنا الديجرام ده الفيرامين سيكا، وادي المجرى بتاع الثايرويد، ودي الهايود بون احنا قدامها، ودي ثايرويد كارتريج وكريكويد، المهم انه احنا كنا قدامها لغايه ما وصلنا للتركيه اللي تحت دي. دي تركيب الرينكس لوب من الثيرويد واسمس، ده البيراميد اللوب. كونجنيتال انوماليز بقى ثيروجلوستال داكت وثيرويد ابنورماليتيز. ثيروجلوستال سيست may lie at any point along migratory busway of thyroid gland but is always near or in midline of the neck. سيستيك ريمننت وثيروجلوستال داكت، تعال نشوفهم عند الفيرامين سيكم ثيروجلوستال سيست، وننزل لتحت بقى عند الهيود قبليها بعديها، المهم فرانت ليها عند الثيرويد كارت اللي فرانت ليها لغايه ما وصلنا الثيرويد الاصلي. ثيروجلوستال فيستولا بقى ثيروجلوستال سيست كونكتد تو ذا اوتسايد باي افيستولاس كانال. ده تعريف الفيستولا انه هي كانال بتوين تو كافيتيز، فيبقى احنا فتحنا لبره يعني. usually arises after rupture of a cyst but may be present at birth. انا ممكن واحده من السيست دي يحصل لها رابشر وتعمل لي فيستا. apparent thyroid tissue may be found anywhere along path of descent of thyroid gland. ممكن نلاقي apparent يعني في غير مكانه. thyroid tissue نسيج من الثيرويد جلاند موجود في اي حته في مكان غير مكانه. commonly found in the base of the tongue behind the foramen cecum
and is subjected to the same disease as thyroid gland itself. ايه معناها؟ ان ده جسم thyroid tissue يعني ممكن يعمل thyroid goiter، تعمل اللي ممكن تعمله الثيرويد جلاند نفسها لان هو نسيج ثيرويد بس في مكان مش بتاعها، يبقى هيكون برضو على نفس القصه على نفس المسار اللي احنا شايفينه بتاع الثيرويد جلاند، هي ونازله من فوق من عند الفيرومين سيكا. كبرنا الدياجرام عشان تبان كويس ثيرويد سيست، وادي واحده اثنين ثلاثه سيستس على بعضها، وده المتنقط ده المسار بتاع الثيرويد. بارا ثيرويد جلاندز ديفلوبمنت اوف بارا ثيرويد جلاندز انفير بارا ثيرويد جلاندز او بارا ثيرويد ثلاثة ديفلوب از ا ريزلت اوف بروليفريشن انتو ديرمال سيلز ان ذا سيلد فارينجيال باوش ان ايتش سايد. هنا في ملحوظة في تريك زي ما بقولوا انه الانفير بارا ثيرويد والسوبيريور بيتبدلوا مواقعها، يعني عكس الامبريولوجي، بس لا ننسى انه يطلع من اندوديرم. ماشي. As the thymic diverticulum on each side grows inferiorly in the neck it pulls inferior bara thyroid with it so it finally comes to rest on posterior surface of lateral loop of the thyroid gland near its lower bowl and becomes completely separated from thymus. ايه اللي بيحصل؟ انه الانفير بارا ثيرويد هي والثيمس يتكونوا مع بعض. بالمناسبه في الفارنجال باوش رقم ثلاثة، وبعدين الثيمس تسحب معاها الانفير بارا ثيرويد لغايه ما يوصلوا جبال الانفير بول او اللور بول بتاع الثيرويد جلاند، عندها يفصلوا من بعض. تفضل الانفير بارا ثيرويد والثيمس تكمل بقى هتدخل الثوركس. تعال نشوف كده الانفير بارا ثيرويد كانت فوق هنا ونزلت دي، ده مكان اتنين بالمناسبه وده مكان واحد في الفرنجال باوشز، واحد اتنين وادي تلاته. تلاته طلع منها مين؟ انفير بارا ثيرويد هي طالعه من السير باوش كويس ونزلت بقى، مين معاها كان؟ الثيمس. الثيمس سحبتها، الثيمس تنزل وهي تروح ناحيه الانفير بول بتاع الثيرويد جلاند. سوبير بارا ثيرويد اللي هي بارا ثيرويد اربعه، يعني دي هتكون من الفرنجال باوش رقم اربعه. ديفلوب از بروليفريشن اوف اندو ديرما او انتو ديرما اللي هي اندو ديرمال سيلز ان ذا فيرست فرنجال باوش ان ايتش سايد. Those losing their connection with the pharyngeal wall and take up their final position in the posterior aspect of the lateral loop of the thyroid gland on each side at about the level of the isthmus أو الميدل بتاعها. وبرضه هنشوف مرة تانية فين نمرة أربعة بقى، أدي السوبيريور ثيرويد جلاند اللي طالع من الفيرست بارش، وأدي السوبيريور بارا ثيرويد جلاند زي ما احنا شايفين كده هيروح يروح ناحية الميدل بتاع البوستيريور بوردر اوف ذا لوب اوف ذا ثيرويد جلاند تقريبا جبال الاسمس. ماشي يا جماعة. The earliest stage is a gland consists of a solid mass of clear cells بنسميها chief cells، وبعدين late childhood acidophilic cells الأوكزيفيل سيلز أبير كونكتيف تيشو فاسكولار سبلاي ار ديرايفد فروم سراوندينج ميزنكايم. It is believed that the parathyroid hormone is secreted early in fetal life by chief cells اللي هي الأولانية دي to regulate calcium metabolism. الأوكزيفيل سيلز ار thought to be non-functioning chief cells. يعني الكلام ده هيدخل على هيستولوجي شوية، المهم يعني بعض التفاصيل في الديفلوبمنت اوف ذا بارا ثيرويد جلاندز. انوماليز اوف بارا ثيرويد جلاندز بقى ابسنس اند هايبوبليزيا اوف بارا ثيرويد جلاندز وتبقى مش موجوده، اجينيسيس اور انكمبليت ديفلوبمنت وتعمل لي هايبوبليزيا اوف ذا بارا ثيرويد جلاندز هاز بين ديمونستريتد
an individual with idiopathic hypoparathyroidism. اكتوبك باراثيرويد جلانس كالعادة انه مكان مش بتاعها وتكونت فيه abnormal position اكتوبك. Close relationship between باراثيرويد 3 and developing thymus explains frequently finding باراثيرويد tissue in submediastinum of the thorax. يعني بدل ما تيجي تعرف عند الثيرويد جلاند وزي ما بقولوا تبقى ريليتد ليها تكمل مع الثيمس جلاند وتدخل الثيرويد. If باراثيرويد جلاند remain attached to the thymus they may be pulled inferiorly into lower part of the neck or thoracic cavity. Moreover, this also explains variable position of inferior باراثيرويد glands in relation to lower bones of lateral loops of the thyroid. والكلام ده قلناه مع الاناتوم باراثيرويد glands بالذات في الانفير. قلنا ان هي variable وقلنا ممكن تبقى بره الكبسول وجوه الكبسول او في نفس التيشو بتاع الثيرويد جلاند يعني وضعها متغير. Thank you very much وبالتوفيق إن شاء الله.